مريت بظروف كتير كانت صعبة، لدرجة يعني كنت أحيانا كنت أتداين من هان ونهان علشان أمشي لهم مدارسهم. أنا أولاد مش أم وأولاد، لا إحنا أصدقاء، كلهم حنخليهم يتعلموا ويكملوا تعليمهم إن شاء الله بإذن الله. المشروع ده كنت عاوزة أعمله من حوالي 4-5-6 سنين سابقة، ولما عرضته على أهل البيت عندي هنا رفضوا طبعا العقليات شوية، ها فكان رفض. فلما أجاني في عندك 3 مشاريع تختاري منهم واحد، على طول اخترته. أول فوج أخذناه اتعلمنا منه أشياء كتير، في أشياء كتير فعلا إحنا ما كناش عارفينها. في الجلسة مع الكتاكيت، مع الصيصان، مع كيف نطعميهم، كيف نأكلهم، في نظام تهوية لهم لازم يصير. أنا بحمد ربي إن أنا صار عندي المشروع، المشروع في حد ذاته دي وقفة لوحديها. أنا بعرف ناس كتير محتاجة، إن المشروع لما يزيد ويكبر الناس دي يشاركوني في شغلي، وإن أفتح بيوت كمان معايا.